السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على قناتي جميلة بريستيج. موضوع كانوا طلبوه ليا بزاف ديال الاخوات والطريقة ديالي في الملاقية، فقلت علاش لا، بما ان عندي تساؤلات كثيرة عليه. وقلت لهم زعما راه كاينين اخوات اللي يعني حاطين تطبيقات في هذا الموديل هذا، فقلت علاش لا نخدموا ليهم. فهو سهل جدا. اول حاجه هو الحبيك. انا الطريقه ديال الحبيك ديالي ممكن تكون مختلفه على الاخوات. كان هانتوما كندير كنضرب هاد الضربه الاولى ديالي وكندير واحد السلسله. غتقولوا لي علاش هاد السلسله غير كتزيدي بها عليك الخدمه؟ هي فعلا، ولكن انا ملي كنخدمها كيبان، هانتوما كيما غنوريكم كيبان بحال ضاربه بالبرا، بحال خدمت الرانده، بحال حابكه حبيك الرانده تماما. علاش؟ حيت كتجي هاد العين، هاد السلسله هادي هي اللي كتجي نطلعها ليا هكذا. كنبقى نحبك وكتجيني ضربه حدا ضربه. طبعا فالحبيك هو يعني الاخوات، بالنسبه للاخوات المبتدئات راه معروف جدا. نتمنى التصوير يكون واضح ليكم. اما الطريقه ديال الملاقيه ديالي او الطريقه اللي كنلاقي بها انا، فانا كندير بعض المرات جوج طرق. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمونطيو الجلابه كلها، فكتجيك لي انا كتقول لك بغيت الجلابه كلها مونتاج كروشي مثلا. فبالنسبه لهاد الناس هادو، فانا كنخدم بجوج طرق. يا اما كنحبك بهذه الطريقه هادي عاد باش كنبقى نمونطي البياس ديالي، يعني كنلصق جهه مع جهه. او كاين حل واحد اخر، كنت عطيته لواحد السيده كانت عندي في دخلت عندي الماسنجر وسولاتني. هاد السيده هادي عطيتها حل ان يعني عيات، قالت لك بالجلابه ديما كتبقى تحبك من هاد الجهه وهاد الجهه، فكتجي القضيه شويه صعيبه. فانا عطيتها حل انها دير ملاقيه ديريكتومون، يعني بلا حبيك. وفعلا جاتها ساهله وخدماتها. وتا انا كنديرها بعض المرات ملي كتكون مثلا كنمونطي بها الكوزه من القدام، هذيك الملاقيه اللي كتكون محلوله الضوفه مع بعضياتها كنسدها انايا بلا مونطا، بلا هذا، بلا حبيك ديريكتومون. كندير الملاقيه ديالي كيف ما كان درس او ملاقيه كما كتشوفوا معايا. انا تعمدت انني نوري هاد الطريقه ديال الحبيك بالنسبه للناس المبتدئات اللي الله بداو غيشدوا الكروشي يتعلموها يخدموها، كتجي زوينه ونقيه صراحه. وبالنسبه للناس اللي صافي يديهم دات على ديك الطريقه الاخرى ديال الحبيك، فتا هي عادي صراحه، يعني بجوجهم بحال بحال، ما كاينش شي اختلاف. وانا قربنا نسالي يوتيوب الطرف، ودابا غادي نوريكم انا كيفاش كان لاقي طرف مع طرف الثاني. يعني نتخيلوا انه مثلا دوفا مع ظهر، او الدوفات اللي كيكونوا بجوج مع بعضياتهم، فعادي ماشي مشكل. ونكمل هاد الشويه اللي بقى ليا غير هاد الشويه ونرجع لكم. كيف ما كتشوفوا معايا دابا، ها نتوما شوفوا الحبيك ديالي، انا مصلحه البياسه ما والو، عادي كيطيح وحده غرزه حتى غرزه، كيجي انيق صراحه وجميل. كيف ما قلت لكم دابا، هانتوما باش نقربوا لكم اكثر. كيف ما قلت لكم، كنتخيلوا مثلا هذه هي الدوفا ديالي، هذه الدوفا وهذه من هنا الدوفا، يعني هنا فين مثلا غتكون عندي الكوزه او الخدمه ديالي. وعلى فكره هذا التطبيق اللي غندير لكم ديال هذا المونتاج، فهو انا شحال مره مثلا خدمته في قفطان هابط حتى لتحت، كيجي فعلا شي حاجه سامبل بالنسبه للناس اللي كيبغيو القفطانات ديال الدار، كيجيو خفاف وعاديين. فهي بالنسبه لي كتجي زوينه صراحه، كيجي هابط من الفوق للتحت. وفي العنق تقدي ديري غير شي دريس خفيف، كذلك في الكمام دريس خفيف. بالنسبه للمونتاج ديال الجناب حتى هو تقدي ديريه،
باختلاف على الطريقه اللي قلت لكم الاخرى انني ما كنحبكش فيها. غادي ان شاء الله تاي نحاول هذا الاسبوع ندير لكم درس عليها، وبهالطريقه كتكون يعني الافكار كثيره في القضيه ديال المساله ديال الملاقيه وكيفاش كنلاقيو. اول حاجه هو كنشدو الثوب ديالنا بحال هكا من هنا حتى لهنا باش ما يجيناش الديكالاج في الدوفا ديالنا. حنا كنعتبروا هذا انه دوفا، وكنشدو بحال هكا، كنخشيو كروشي في الجويه بجوج بحيث هذه هي العقده ديال البدايه. هنا ها الكروشي ديالنا الخيط، وندوي عليه الخيط وندخل هنا بهذه الطريقه. كنديروا الاولى ندير عين، نعاود في نفس المكان هاد الثانيه ديالي، كونوا متاكدين انه راه تحبس. اش غندير دابا؟ غندير سلسله غنجي لهادي هادي هنا. دابا ما غنشدش بجوجهم غنخدمهم بجوج، لا غنشد كل جهه بوحدها بحال لا كنمشي بالزيكزاك، وحده هكا وحده هكا. انتما رزت حشو السلسله الاولى السلسله الثانيه، ونزير على خدمتي كنقص هذيك اللي شديت فيها وكنمشي للثانيه. ها هي كندير السلسله غرزه حشو السلسله الاولى والسلسله الثانيه، كنظن واضح. عاوتاني كنقز هنايا هذه هي اللي خدمت فيها ياك، كنقز هذه ونمشي لهاد السلسله اللي انا خدمتها اللي قلت لكم كنت كنحبك عليها، ونخدم غرزه حشو السلسله الاولى والسلسله الثانيه. طلع عاوتاني نصيب الخيط ديالي هكا، نتمنى التصوير يكون واضح ليكم، ونهز الطرف الثاني لان الطرف مره هكا ومره هكا. نقز هذه نمشي العين غرزه حشو السلسله الاولى السلسله الثانيه، نمشي للطرف الثاني. هي هاد الملاقيه صراحه دغيا كتطلع يعني ما فيهاش شي اشكاليه، دغيا كتطلع غرزه حشو السلسله الاولى السلسله الثانيه، نمشي عاوتاني للجهه الاخرى. انا كنشدهم انتما كيفاش كنشدهم؟ كنشدهم بجوج بحال هكا، يعني ما كيغلبونيش واخا تكون دوفا ديال الجلابه ما كتغلبنيش، كنمشي بحال هكا. فوالا انا الا بغيت نزرب بها انا نوريكم الطريقه باش كنزرب، ودغيا كتطلع ليا الخدمه. انتما غرزه حشو السلسله الاولى السلسله الثانيه، عاوتاني نمشي للجهه الاخرى، نمشي للجهه الاخرى، هادي كنقزها هادي كنمشي ليها. السلسله الاولى السلسله الثانيه، عاوتاني غرزه حشو عفوا نتي هادي هادي الى نخدم فيها السلسله غرزه حشو السلسله الاولى السلسله الثانيه، وكنبقى غاده بهاد الطريقه هادي ديالي. غرزه حشو السلسله الاولى السلسله الثانيه، كما قلت لكم راها كتطلع دغيا يعني ما تخافوش منها. السلسله الاولى السلسله الثانيه، نشيل الجهه الثانيه غرزه حشو السلسله الاولى السلسله الثانيه، غرزه حشو السلسله الاولى السلسله الثانيه. غنسد هنا وغنوريكم كيفاش كيجي الديكور اللي كما قلت لكم كنقدو نخدموه في بياسة كومبلي، يعني ماشي غير الملاقيه او غير فوالا. نتمنى يكون واضح بالنسبه ليكم. نانا ها هي شوها كي واضحه، جهه غدا هكا وجهه غدا هكا، كتكون وحده غدا من هاد الجهه، وحده شاده فهاد الجهه، وحده شاده فهاد الجهه، وحده شاده فهاد الجهه. ها هي ملي كتكمل كتبان اكثر واكثر. نتمنى تكون واضحه وباينه لكم. بهاد الطريقه كنبقى غاده وخدامه في خدمتي حتى كنكملها. نخدم نزيد معكم واحد شويه باش تبان لكم وتفهموني اكثر. نتوما هذا اذا نجي هنا غرزه حشو
السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، الجهة الثانية نخدمها غرزة حشو، السلسلة الأولى نهز خيوطة كلهم نحاول. دائما كتسألوني باش كنخدم حرير المبروم رقم كروشي رقم كروشي رقم 12، انا ما كنخدمش بالقصبة، راه ديما كنقولها كاين الاخوات كيخدموا بالقصبة، انا من الاول ديالي وانا كنخدم بحرير المبروم فكنبقى خدامه به. السلسله الاولى والسلسله الثانيه، السلسله الثانيه دائما نقز وحده ونمشي وحده. غرزه حشو لازم نقاد لكم الكاميرا، غرزة حشو، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، غرزة حشو، السلسلة الأولى، السلسلة الثانية، وبهكا كنبقى غادا حتى كنكمل الملاقية ديالي اللي كتكون صراحة مختلفة شوية وسهلة، ضايا كتطيح، ضايا كتطلع يعني ما كتعطلش بزاف، غنكملها ونرجع معكم تشوفوها في الاخر كيفاش كتكون، لانها فعلا كتكون سهله وجميله. قبل ما نسالي البياسه، ما ترتش انتباهكم لواحد المساله مهمه اللي هي انا خدامه وانا كنقاد في الديكالاج ما يجينيش بحال هكا، خصو يجيك مقاد، يعني انا خدامه وانا كنقاد في نفس الوقت، انا خدامه وانا كنقاد في نفس الوقت. فنتمنى وين فوا كيما قلت لكم، اين فوا كتكملوا هذيك البديه، غير البديه منين كتكملوها كتجيكم ساهله، راه كتوليو تخدموا بهذه الطريقه هذه. انتما شوفوا كيفاش كنخدمها، وكما قلت تراعيو مساله ديال الديكالاج ما تجيش السلسلات. نقز وحده ونمشي وحده، غرزة حشو، ما تقولوش رانا كنهزهم طرفه بجوج، لا راه عيت باين ليا هنا، ها نتوما كندير بحال هكا، كيبان ليا الطرف الثاني كنهز منه غرزه حشو، السلسله الاولى السلسله الثانيه، وكنمشي للجهه الثانيه، كنقز هذه وكنمشي لهذه، نهز غرزه حشو السلسله الثانيه، ونمشي للجهه الاخرى مع المراعاه كما قلت لكم، يعني غادا وكنرد البال هذه من الاول. تمام، ها هو شفتو مقاد، يعني على حساب لوغ اللي ما يجينيش، او الا بديتها من التحت للفوق يعني ما يجينيش داك الديكالاج ديال الفوق. دابا هذا غير طرف وريناه كنخدم لكم فيه كشونتيو، خدم الجهه الثانيه ديالي وكنبقى السلسلات، نقز وحده غرزه حشو السلسلات، غرزة حشو جوج سلسلات، كما قلت لكم ها كتطلع في مده وجيزه يعني سلسلات، ما كتعطلش. ان شاء الله الموديل الفيديو الجاي نوريكم طريقه مختلفه تخدموا الملاقيه اللي كتكون قدام الكوزه مثلا، او شي بياسه كما قلت لكم، شي قميص ديال الدار، بيجامه ديال الدار تكون غير خفيفه، فكتكون بلا ما ديري الحبيك، تجي وتخدميها عادي. كنظن انكم كلامي يكون، نتمنى يكون واضح. دابا غنوريكم بياسه كيفاش كلها كتجي. وبالنسبه للناس اللي يديهم مرخوفه فما يديروش السلسلات، يديروا غير غرزه حشو بحال هكا وسلسله فقط، راه هي كتجي مزيانه للناس اللي يديهم مرخوفه ما كيزيروش يديهم في الكروشي، والناس اللي كيزيروا يديهم في الكروشي عادي يخدموه عادي. نوريكم دابا البياسه كيفاش، ها هي كيفاش كتجي. نتمنى يكون التصوير واضح وباين لكم، ها هي مازال من تصلح كتبان اكثر وكتبان واضحه. نتمنى يعجبكم هذا التطبيق، ولا عجبكم تخليوا لي التعليق تاعكم.
مع لي جيم اكيد، وتشاركوا وتبارطاجيو مع الاخوات المبتدئات. نتمنى يوصل لجميع الناس اللي سولوني صراحة عليه وبغاوه، نتمنى يوصل ليهم هذا التطبيق هذا، ونكون في عند حسن الظن. وشكرا، كانت معكم جميلة على قناتي جميلة بريستيج.